انتهينا والحمد لله. عمليات التهيئة التي خصت وكالاتنا التجارية المتواجدة عبر كل من بلدية طرف، قلعة، درعان، هذه العمليات الخاصة بالتهيئة كانت قد سطرت عبر مخطط الأعمال لمديرية اتصالات الجزائر لطرف لسنة 2018-2019، وكان الهدف الرئيسي منها هو إعطاء أحسن صورة للقطاع عامة ولوكالاتنا التجارية خاصة. اتصالات الجزائر طرف تقدم خدمات متميزة جدا وهي في تطور مستمر من الحسن إلى الأحسن. تقبل الناس ببشاشة، فهمت لله، يعني يقدمون كل الخدمات وكل التسهيلات، راهم مسهلين علينا. ما شاء الله، كاين كاتشي، كاين مشار جمهور، كاين كلش. استقبلونا ما شاء الله، استقبال ما عندي ما نقول، جيش ريت كارت مشار جمهور، بكل رحبوا بي.